إذا بدي أحكي إشي للعالم كون إنسان. محلات تانية بنشوفش من حقوق الإنسان غير مسمى حقوق إنسان. كلها من تراب، يعني ما في حدا مخلق من ذهب. في ظلم، عنصرية، حقوقي مش كاملة. الترابط بين الأهل هلأ صار كتير كتير قليل. تعليم اليوم بالنسبة إلي في فلسطين كتير تطور عن قبل. في مساواة وما في مساواة. أسود، أبيض. كتير بحب القدس، بشوارعها، بكعكها، بزواياها. من بوابة على القدس لحالك بتحس في إش غريب جوا جوا قلبك. نحيي القدس أكتر. بدي أوصف فلسطين والمجتمع الفلسطيني بكلمة، بحكي إنهم وطن. وطن معناها إنه أنت بدك الواحد لما بدك مثلا مساعدة أو بدك تلجأ لمحل، هو المحل اللي بضمك وبيحميك.